بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بنتكلم عن موضوع جديد جدا ومهم جدا، ألا وهو النماتودة اللي بتصيب نباتات الخضر سواء داخل البيوت المحمية أو خارج البيوت المحمية. ويريد تسمع برضو الفيديو للآخر عشان خاطري، تمام؟ مش عايز تسمعه انت حر برضو، يعني زي ما تحب. دي حاجة. الحاجة التانية، بس في تنويه بسيط، الحمد لله من 2017 لحد النهاردة تقريبا 5 سنوات هم، تمام، واحنا بنحاول نراضي الناس وبنرد على الواتساب وبنرد على اليوتيوب، تمام، وعملنا فيديوهات في كل مجالات الخضر والعمليات الزراعية من الاول للاخر صوت وصورة. جامعة كاليفورنيا مش هتعمل لك كده، ومع ذلك الناس مش عايزة تشاهد. كل اللي همه ان هو النهاردة يصور صورة الزرع ده عايز ايه، الزرع ده عايز ايه. حضرتك وقتك ثمين، حضرتك مش عايز تشاهد الفيديو، لان انا عندي 90,000 متابع، ببص في الفيديو الاقي فيه 10,000، ابص على الواتس اب الاقي 20,000 براسلو، انا ما اقدرش ارد على الكميات دي كلها، تمام. فاذا كان حضرتك مش ناوي، عندك البطاطس قلنا فيها كل حاجة، عندك الخيار قلنا فيها كل حاجة، الطماطم قلنا فيها كل حاجة بالصوت والصورة، والراجل شغال قدامك العامل من أول ما بنحرك لحد ما بنقيم المصاطب لحد ما بنحط الخلطة لحد ما بنحط السماد لحد ما بنحط الشتلات بنغطس الشتلات برنامج الري والتسميد، كل حاجة ما اعتقدش ما قلناهاش. الكسل من حضرتك، فطالما حضرتك مكسل وقتك سمين، أنا كمان وقتي سمين، وعلشان أرد عليك على الواتساب هيبقى باشتراك مميز. إذا كان عاجبك أهلا وسهلا، مش عاجبك برضو حضرتك على راسي من فوق، تمام. دي حاجة. هتدخل لي بقى في قصة الدين، هقول لك والله القرآن بياخدوا عليه أجر. لا إمام الملك الحرم المكي ما بياخدش فلوس، ولا إمام الحرم المدني ما بياخدش فلوس، الاثنين بياخدوا أجر، فديت ما تزعلش يعني، تمام. هتشترك في الخدمة المميزة، أنا ملزم إن أنا أرد عليك في أي وقت ويومي، أتابع معاك يومي بشيء معين. بس شكرا لحضراتكم. خليني في الفيديو بتاعي اللي محدش تقريبا يعني هيشاهده، وبنكمل فيه وبنقول ان متودة لما تروح تشتري ارض او تقيم مشروع، سواء كان المشروع ده هو فاكهة او سواء كان المشروع ده هو خضر، فياريت حضرتك تاخد عينات من كل الارض، تمام، عينة ممثلة لكل الارض، تمام، وفي 30 سنتي الاولانيين دول، وتاخد حضرتك وتطلع بيها على معمل، معهد ابحاث فيه معمل، وتقول له شوف لي النماتودة ظروفها ايه في الارض ده، هي اذا كانت الارض قديمة، اما اذا كانت الارض اول مرة اراضي استصلاح جديدة والاول مرة بتزرعها، فانا اضمن لك وضمن ربنا ان ما فيهاش نماتودة، ازرع وانت مرتاح جدا. طيب هتزرع والارض سليمة من النماتودة، يبقى الارض ده هي تخد بال حضرتك هتهمل، هيجي لك النماتودة. هتهمل في ايه؟ في شوية حاجات لازم تاخد بالك منهم، ودول من العوائق، من اهم الاسباب اللي بتجيب النماتودة، تمام. ان انا النهارده خدت ارض بعد 5 سنين اكتشفت ان فيها نماتود، طب يا جماعه انا اول انسان يمكن رجله تحط على الارض دي، مناطق وادي النطرون، في مناطق في السعوديه في الصحراء، في مناطق في النوبريه، في مناطق في الوادي الجديد بيجي لها نماتود. النماتود دي جت منين؟ النماتود دي جت من عده اسباب سيد الفاضل. اول حاجه فيهم السماد البلدي، اول حاجه السماد البلدي هو اول مصدر وباء للنماتود، تمام. الناس بتجيب السماد البلدي سواء من مخلفات أراضي قديمة أو من السماد ده كان تحت الأبقار أو تحت الأغنام أو كده، وخصوصا الحيواني بتجيبه، تمام، وبتدخله على الأراضي اللي هي لسه جديدة، فبيحدث العدوى إنك أنت نقلت من أراضي أو تربة نقلت من الأراضي اللي هي مصابة الملوثة بالنماتودة، حطيت في الأرض اللي هي غير ملوثة فجت لك النماتودة، تمام. طيب لما نجيب سماد بلدي هات من مصدر موثوق منه، ويكون معالج حراريا فعلا وليس قولا بس، يعني حد كده يكون محترم، تاخد نسبة كمان من السماد ده، تمام، قبل ما تحطه، وتشوف برضو مستوى النماتودة فيه قد ايه. دي رقم واحد. رقم اتنين، المعدات الزراعية، الناقل التاني اللي هو بيسبب لي مشاكل كبيرة جدا في نقل النماتودة. النهاردة في جرار في قرية معينة او في شركة معينة بيتأجر عند ده وعند ده وعند ده وعند ده، تمام، فبينقل في المحراد بتاعه او في المعدة بتاعته النماتودة من الاراضي الغير مصابة، من الاراضي المصابة الى الاراضي الغير مصابة، وحصلت الاصابة، وكل سنة وانت طيب على كده، تمام.
فإذا كان عندك معدات يا ريت ما تطلعهاش وتقتصر المعدات دهيت على الأرض بتاعتك، إذا كنت راجل مقتدر وغني وما غني إلا الله. تمام. طيب إذا كنت بقى بتأجر معدات من بره، يبقى لازم حضرتك تطهرها كويس قبل ما تدخل المزرعة بالمية وأي مادة كوية، تمام، بحيث المحرات بالذات والعجل، العجل بتاع الجرار والمحرات، تغسله بالكلور ولا بأي حاجة كوية بحيث إن، وتغسله بالمية كويس قبل التطهير بالكلور والحاجات دي علشان يدخل المعدة عندك ما تدمرلكش الدنيا. الرعي يا جماعة، أغنام النهاردة بترعى في مكان معين فيه نيماتودة، تمام، وفي أرض معينة، نقلت تاني يوم الصبح في أرض تانية بتشيل في الحوافر بتاعتها، سواء كانت أبقار سواء كانت إبل سواء كانت غنب، مصدر من مصادر نقل النيماتود. الأدوات الزراعية زي الفاس وما شابه ذلك، عامل النهاردة بيشتغل في المزرعة دهية، تمام، ونقل في حتة تانية الصبح وبيشتغل في أرض تانية الصبح، الفاس بتاعته قد تحمل معاها النيماتود، تمام، فعشان كده بتطهرها بنفس القصة اللي قلنا عليها. طيب الشتلات، لو حضرتك بتزرع فاكهة وبيجيبوا لك شتلات من الأردن ولا يجيبوها لك من مصر، يجيبوا لك من مشتل، المشتل ده هو بحط بيملى الكيس اللي فيه الشتلات أو القصيص اللي فيه الشتلات بيملاه طينة، الطينة ديت من أراضي قديمة، أراضي القديمة معظمها مصاب بالنيماتودة، تمام، فتاخد بالك من قصة دهيت كويس، ولازم البذور أو الشتلات اللي انت بتجيبها، التربة اللي فيها الشتلات مش الشتلات نفسها، لازم تكون خالية من النيماتودة، تمام. ديت حاجات بديهية يعني لازم تعملها عشان تحافظ على الأرض بتاعتك. طيب الحمد لله، ربنا يعني الحمد لله جات النيماتودة بقى للأرض، تمام، جات نيماتودة للأرض أو حد عنده الأرض فيها نيماتود، برضو طريقة واحدة يا جماعة مش هتنفع في إن أنا أكافح النيماتودة، مش هفضل طول عمري أحط نيماكور وأحط فايدة وأجيب بروبيت بصيل وأضخ في الأرض الغاز بتاعه. إذن ففي كذا حاجة كده لابد نعملهم. أول حاجة إن حضرتك يعني هي يعني كذا عملية زراعية لازم يبقوا ماشيين مع بعض يا جماعة، حتى عشان لو استخدمت الكيماوي أو الـ 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 العلاجات الكيميائية ما تبقاش برضو بالكمية اللي هي تكون غير اقتصادية، يعني هتكلفني تكلفة جامدة لو هضخ غاز أو عالج بكيميائي، هيكلفني التكلفة جامدة. إذن فأنا مطالب بأن أنا أقلل كمية النيماتودة اللي موجودة في الأرض أو التعداد بتاعها قدر المستطاع، تمام، بحيث ان هي يعني ما تأثرش جامد على النبات، لان هي النيماتودة بتعمل ايه؟ بتهجم باعداد لا يتخيلها بشر، لدرجة ان في انواع منها لا ترى بالعين المجردة او معظمها. الاعداد ده هي بتدخل على الجذور بالرمح بتاعها، المهم بتقضي على الجذور تماما او بتقلل الامتصاص بتاع الجذور، تمام، بتقلل لك الامتصاص بتاع الجذور. طالما هي دمرت الجذر اصبح في حاجتين يا جماعة توأم بعض، النيماتودة وأعفان الجذور. النيماتودة بتنخرب بالرمح بتاعها، لها رمح من قدام كده، اللسان بتاعها والفم بتاعها زي الرمح كده بتضربه في الجذور، تمام، ولما بتعمل التهتكات دي في الجدر على طول عفن الجدر بيجي طبيعي، أي جروح أو خدوش عفن الجدر بيجي. النيماتودة بتتطفل على الجذور وخصوصا الأماكن اللي هي فيها امتصاص الشعيرات الجذرية الصغيرة، تمام، بتقضي عليها. طب قصة الامتصاص العناصر نفسها بتبقى من أنشط ما يكون في الجدر الصغير، مش الكبير، لا في الصغير جدا، الشعيرات الجذرية دي بتمتص. طب لما النيماتودة بتبهدل الجذر بقى فيه امتصاص؟ لا مفيش امتصاص لا للعناصر الغذائية ولا للمية. طيب لذلك تلاقي النبات من دول شغال، نبات طماطم مثلا شغال 100 100، ما فيهوش أي مشكلة خالص، بس ساعة ما يبدأ يحمل والأحجام بتاعته بقى تكبر كده، تبص تلاقي ابتدى النبات يدبل ويموت ويتقزم. ليه؟ لأن النهاردة ثمرة الطماطم تحملت 10 كيلو مثلا، يعني نبات الطماطم تحمل 10 كيلو، العشرة كيلو دول مش هم الأوراق والساق، لا ده العشرة كيلو دول طماطم عايزين يكبروا، تمام، عايزين غيزة كل يوم، ف
السعة الامتصاصية بتاعت الجدر مش مقضية المجموع الخضري والسمر اللي فوق، فبتبص تلاقي النبات ابتدى يموت، تشيل النبات كده تلاقي المنظر النيماتودة زي ما حضراتكم بتشوفوه، تعقد الجذور ده هو. تمام؟ لذلك انت ما انتش عايز توصل للمرحلة دهيت، يبقى من الاول خلص فيه شوية حاجات. انصحك انك اول حاجة هتشمس الارض بتاعتك كويس، وشهر 6 وشهر 7 اللي هو يونيو ويوليو، تمام، دول واغسطس كمان تاخده معاك، اشهر حارة ممكن تقلب الارض بتاعتك كويس، وتحرد كل 10 ايام تقلب الارض قلبة، تمام، بالمحراد، بحيث ان التشميس تمام والجفاف بتاع الارض نفسه ما بيناسبش حياة النيماتودة. النيماتودة عند الحرارة العالية وعند الجفاف بتبص تلاقيها ابتدى التعداد بتاعها يقل، ومع المية الكتير برضو تمام وطرد الاكسجين برضو بتلاقي التعداد بتاعها بيقل. يبقى تشمس الارض بتاعتك كويس. تمام؟ رقم 2، جهز الارض بتاعتك والصوب بتاعتك جاهزة كويس جدا، وما بقولكش ضخ فيها غاز بروميد مصايل، لا، جهز الارض، حط فيها السماد وحط الخلطة المعدنية اللي قلنا عليها، وبعد كده حضرتك بتبدأ تفرد الملش اللي هو على القوس بقى كله، بقى المرش الشرايح بتاعته بتبقى 3 متر العرض بتاعها، بتحط واحدة فوق واحدة بحيث يبقى في تداخل بينهم، عارفين طريقة التعقيم الشمس ده ايه، وبتيجي الظهر بتضخ مية. كل المقصود من القصة ده هي ان الحرارة المية لما بتعلى وبتكون مية كتيرة، اول حاجة بتعمل حاجتين، درجة حرارة المية بتغلي تمام، او بتزيد درجة حرارتها، يعني مش لدرجة الغير بس بتزيد درجة حرارة، فبتموت كتير من النيماتودة، بتموت لك الحشايش اللي موجودة، بتموت لك بعض الفطريات الضارة برضو. درجة الحرارة العالية مع زيادة المية برضو الاكسجين بيقل، فبالتالي بيقلل من كميات النيماتودة اللي موجودة في التربة. تمام؟ دي رقم 2. رقم 3 يا جماعة، لما نيجي نزرع يبقى عندي الأرض بتاعتي فيها نيماتودة، في أصناف يا جماعة الخير أو في أصناف مقاومة للنيماتود، هم حاطين فيها حاجة مقاومة للنيماتود. مثلا كان في طماطم اسمها نيمة 1400 بتزرعها منطقة المغاغة في محافظة المنيا في مصر، تمام، بتاعت شركة سامتريد الصنف ده، تمام، معرفش بيزرعوها اللي ايه دلوقتي، كان المنطقة دي كلها على بعضها نيماتودة، تمام، فبيزرعوا الصنف ده بتأثرش بالنيماتودة، او تأثيره ضعيف، يعني بتأثر بس التأثير بتاعه ماشي حاله، يعني هو الصنف ليه ما ليه وعليه ما عليه، ولكن اهو ماشي حاله مع النيماتودة. تمام؟ في اصناف مقاومة للنيماتودة، تمام، وفي حاجات بقى، يعني انا نزل النهارده هزرع طماطم، تمام، او ازرع بطيخ او ازرع خيار، طيب النهارده عندي الارض بتاعتي موبوءه من النيماتوده، بروح لمشتل محترم كده وبقول له والله انا عايز طماطم مطعومه على اصل مقاوم للنيماتود، او خيار مطعومه على اصل مقاوم للنيماتود، او ان انا عايز بطيخ او رجي او كده مطعوم على اصل مقاوم للنيماتوده، تمام، فبيعمل لي اصول، الاصول دهيت بطعام لي على أصول، الأصول دهيت ما بتتأثرش بالنيماتودة، تمام؟ طيب يبقى أنا النهاردة شمست الأرض بتاعتي كويس، النهاردة عملت تعقيم شمسي، جبت أصل أساس المقاوم للنيماتودة تقريبا يعني بنسبة 70%، أنا كده حتى لو التعداد عندي كتير أنا كده قدرت أن أنا أقلل، يعني 70% هقدر أزرع برضو والأمور هتمشي، تمام؟ طيب بعد كده ممكن في بداية النبات بتاعي أو أبدأ أحقن أي مبيد من المبيدات اللي هي الكيميائية اللي هي ممكن تقضي لي على النيماتودة. يبقى أنا كده يعني قدرت بكذا عامل كده قدرت أتحكم أو أقلل من تعداد النيماتودة دهوت، ده لما جات لي. أما لو هي من الأساس خالص ما جاتش، يبقى يا جماعة الخير ما اشتريش أرض موبوءة من نيماتودة، ما أقيمش بيوت محمية. النهاردة أنا أقيم بيوت محمية، بيوت المحمية دي مكلفة جدا. النهاردة تعال لي مثلا إنك أنت بتعمل صالة زي اللي بتتعمل في الخليج دي، تمام، أو مهندس ما هوش عارف حاجة دبس الراجل في ارض موبوءه من الارض عندك ايه كويسه، طب انا كويسه ماشي، ما انا مهندس برضه ما اخدش على الراجل اللي هو مش تخصصه، انا راجل مهندس باخد عينه وبروح اشوفها، تمام، كويسه ما فيهاش نيماتوده بعمل، اما انا اعمل مشروع النهارده هيكلفني قد ايه؟ هيكلفني مثلا يعني المشروع تقريبا القوس الواحد هيكلفك كام؟ هيكلفك تقريبا في حدود 10,000 دولار، تمام، القوس الواحد اللي هو 9 او 8.5 بالظبط في
36 متر او 33، فوق ال 30 يعني، تمام، هكلفك 10000 دولار بالكربونات بقى، مشروع محترم بقى، تمام. يبقى الصاله مثلا لو فيها 10 في 10 ب 100000 دولار، الصاله الواحده لو هي 10 اقواس في 10000 دولار يبقى بيكلفني 100000 دولار، تمام. ال 100000 دولار دول مبلغ النهارده، عشان احط بقى ده واجي ازرع الاقي فيه نماتوده، يبقى انا يعني ماشي كده بصراحه، يعني مش قادر اقولها، ولكن ما ينفعش اطلاقا. فناخد بالنا من القصة دهيت. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا أينما كنتم.